بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الآن رينا تونس والحمد لله من 2011 كيفاش ربي بدأ يخلص فيها من شراهم الغرب وجعلهم من نحنا بشرة كذا، بشرة تونسية، لهجة تونسية، عادات تونسية، أغلبها مسيطر عليها الكفر والنفاق وسوء الأخلاق. الآن والحمد لله بعد مدة بدأ جزء من التوانسة يفهم اليوم ماشيين القضاء عليهم في الدنيا والآخرة على شر الأحوال، وبدأت ترجع الذاكرة بهم إلى الأيام من الأولى، أيام الخلود وأيام السيادة والريادة والمجر. والآن بدأت العملية في صعود، ورينا كيفاش حتى الانتخابات تحسنت ومخارج الانتخابات كذلك تحسنت. هنا زاد كمد الاستعمار وأذياله اللي ما زالوا يحلموا باللي مش تعود بورقيبة، بورقيبة رقيبة مش رقبة. ولا بن علي اللي قالك هو مجد لتونس والقائد الضخم، وهو حامي الديار وحامي الدين، حامي الدين وهو محارب للدين، نسأل الله السلامة.